قدرنا عاليا دعم جلالته للمنظمة العربية لتربية والثقافة والعلوم، ومشيدين بجهوده المتواصل لتعزيز العمل العربي المشترك. تستضيف المغرب الدورة 13 ديال المؤتمر العربي للتربية والتعليم، والمغرب غيترأس هذا المؤتمر لسنتين من بعد كان تترأسه دولة فلسطين. فالموضوع اللي تختار لهذا المؤتمر هو موضوع ديال التحول الرقمي، وبارتباطه مع مواضيع اللي هي عندها علاقة بالجودة، عندها علاقة بالإنصاف، عندها علاقة بالملائمة التعليم برهانات المستقبل. وهناك عدد ديال الاقتراحات وعدد ديال التوصيات اللي هي تتساعد باش هاد التجارب اللي هي موجودة في واحد عدد ديال الدول يمكن تكون تجارب اللي هي مشتركة، واللي هي تساعد باش الدول العربية تمشي في هذا الميدان وتقدم وتساعد لا في موضوع مواضيع اللي هي عندها علاقة بتكوين المستمر ديال المدرسين، ولا مواضيع اللي هي عندها علاقة بالموارد الرقمية، ولا مواضيع اللي هي عندها علاقة بكيفاش هاد التقنيات يمكن تدخل للقسم وتحسن التدريس في المستقبل. هناك عدد ديال التقنيات اللي هي مرتبطة إما البعض منها بالمعطيات واستعمال الذكاء الاصطناعي باش تكون استباقية بالنسبة للمستقبل، وهناك تقنيات اللي هي تستعمل داخل القسم لتتساعد المدرس باش يحسن الأداء داخل القسم، وتستعمل واحد العدد ديال الموارد الرقمية اللي هي موارد صوتية أو سمعية، واللي في المستقبل يمكن لها ترفع من الجودة ديال التدريس داخل الأقسام. هذا مؤتمر وزراء التربية والتعليم في الدول العربية في الدورة 13. هذا المؤتمر سيناقش أهم التحديات التربوية في دولنا العربية، والثورة الرقمية وتحديات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ومقدم فيه الكثير من الأوراق المتميزة العلمية سواء في الذكاء الاصطناعي أو في جودة التعليم وتجويد التعليم وفي اللغة العربية وفي المسرح العربي. إذن هذا المؤتمر اليوم سيكون غني بالأوراق المقدمة فيه، وكان حضور متميز ولله الحمد. سعداء للغاية أنه المغرب الشقيق يستضيف المؤتمر 13، وعندي قناعة بأنه راح يقوم بعمل عظيم في السنين القادمة للإعلاء بشأن التعليم والتعاون العربي في مجال التعليم. هلا بالنسبة لنا كان مهم أن نوصل لأشقائنا العرب واقع مهم وسياق مهم للتعليم بفلسطين وفريد ربما، وهو أنه الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين اللي على مدى عقود من الزمن يهدف الآن وبشكل مباشر يستهدف التعليم بكل مكوناته، وسواء بالمضايقة والانتهاكات للمدارس للأطفال للمعلمين لكل مكونات الأسرة التربوية، والأهم من ذلك ربما اللي هو استهداف المنهاج الوطني الفلسطيني ومحاولة الضغط على دولة فلسطين لتحريف المنهاج وتعديله بحيث تفرغوا من مضامينه المتعلقة بالهوية الوطنية والرواية الوطنية والسردية الفلسطينية بالتاريخ والجغرافيا والموروث الثقافي وغيره. فنحن عندنا موقف ثابت في هذا الشأن لما نقوله دائما، بأن التعليم هو شأن سيادي بامتياز، وطرحنا اليوم على الأشقاء العرب تبني موقف فلسطين بهذا الشأن وتقديم الدعم والإسناد اللازم، وحظينا على ما أعتقد بالإجماع على هذا الشأن. فنقدر للمغرب الشقيق كل الجهود العظيمة، ورح يكون بيننا وبين المملكة المغربية اتفاقية إطار لتعاون جامع مشترك بيننا أو بين المغرب.